في على إنك ما تفكريش في الجواز. أهلا نسلين. خطوة عزيزة. الله الله الله. هو أنا بقى بيتقال لي الكلام اللي بيتقال للغرب ده ولا إيه يا نوح؟ بلاش نفتح في القديم يا سليم. غريبة. مع إني كنت فاكرك عايزني عشان نفتح في القديم. بس الظاهر إن أنت نسيته. أنا لو فتحت في القديم هشيلك كتير. يبقى أنت لسه مصدق التخاريف اللي في دماغك دي. ممكن اعرف بقى عاوزني في ايه؟ انا مش عاوزك، انا عاوز حاجه عندك. حاجتي الصندوق الاسود. قصدك اللي الشركه عاوزاه؟ واللي يخص الشركه يخصني، اعتبرني مندوب. لا يا معلم، اللي يخص الشركة يخصني أنا، ما يخصكش وما يلزمكش ومالكش فيه. وديني بقولك أهو، أنا مش هسلمك حاجة. جرأة يا نوح، بذمتك يا راجل أنت عايزني أفرط في آخر كارت مخليني مأمن ظهري مع الشركة؟ أنت كده بتعديني. سبق وأنت اللي ابتديت ولسه مكمل اهو. وبعدين مش انت دلوقتي بقيت كبير السوق؟ خلاص اتصرف وهات الصندوق واديلي اللي موكلينك تجيبه. ولا انت عايز تاخد بنط على حساب حياتي وحياة العطارين؟ هجيب الصندوق وهكسب البنط. وأنا مستنى اهو وهشوف. سلام. طب بص دي، بص دي، بص دي، بص دي، بص دي، ترى 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 اهي 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 اهي. يا صباح الفل، ده ايه القمر ده؟ اهلا. ايه الوش ده؟ مالك يا سلمى؟ قفش عليا ليه؟ مش كفايه اني باجي اشوف ابن اختي تحت الحراسه؟ انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي مشيت ورا دماغك. وبعدين كويس اللي انت لسه عايش اصلا. لو ما عم سليم اتدخل مع باباك وحل المشكله كان زمانك مع الاموات. وخلاص عرفت ان انا غلطان وتوبت وندمت كمان. خلاص بقى. وبعدين ما تنسيش، ده انا ابو سمره الرايق. أيام الأنس كلها. وأنت كمان ما تنساش إن أنا سلمى العطار، مرات علي العطار. مش ناسي. وعلى العموم أنا ماشي. يا مرات علي العطار. مع السلامة. ازاي تسيبيه يصدر معاكي كده؟ في ايه يا علي؟ ده سمير. سمير؟ يعني ايه سمير؟ راضعين على بعض؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا بص انا ما اسمحلكش. معلش ما بعرفش اهزر زي زفت ده. يا حبيبي مش قصدي، قصدي مش سمير الرايق يعني اللي هتشغل بالك بيه. امال اشغل بالي بمين؟ وبعدين اذا كان بيهزر معاكي كده يبقى اكيد مدياله فرصه. فرصتي وبتاعي انا وهو كنا اصحاب عادي. ما انت ما حكيتليش عن الموضوع ده. لانه مش مهم. لا مهم، وهتحكي لي على كل حاجه. مش هقولك. ما تعصبينيش. مش قصدي، قصدي مش هقولك غير ما تفك التكشيره دي. ايه يا لهوي على القمر. خلاص بقت يا سمير خلاص. انتوا ولاد حلال وطيبين يا جميله، وانا بحبكم زي حسن. ربنا يخليكي ويديلك طول العمر يا خاله حوريه. بس انا خايفه اكون مقصره في حق عزيز. مالكيش بركه الا عزيز يا جميله،
والراجل من غير مرته ما يسواش حاجة. الست في الأول والآخر سند لجوزها جميلة. تعيشي خير. ربنا يصلح حالكم يا بنتي. كل اللي كنا مرتبين له راح يا سيف. أنا مش عارفة أتلم على أعصابي من ساعة ما دخلت السجن. مفيش حاجة راحت ست خديجة. كلها مسألة وقت. وكل حاجة هترجع زي ما كانت. كل حاجة ترجع زي ما كانت إزاي؟ أنت ناس أنت فين يا سيف؟ إزاي بس؟ وبعد ما أنا وأنت كنا بنكتب نهاية نوح هو قاعد يكبر أكتر من الأول، وفوق ده كله فجر يا سيف واستقوى أكتر. أنا مرعوبة، أنا حاسة إنه هو بيدبر لقتلي في أي وقت. إذا كان حاول يقتلك وأنت جوه السجن، أمال أنا اللي بره هيعمل فيا إيه؟ ما تخافيش عليا، مش عايز يقتلها قوي كده. لو كان عايز يقتلك ما كنتش هتبقي قاعده قدامي دلوقتي، كنت زمانك هناك في دار الاخره. دار الاخره؟ انت كمان بتقولها في وشي يا راجل. انت ده بدل ما تطمني يا سيف، ما انت اللي ورطتني الورطه المهببه دي. قعدت تقول لي هنكسره هنكسره يا ست خديجه. ما تخافيش، ده كل الخيوط في ايدي، ده احنا هنجيب مملكته دي كلها على الارض. واديك اهو يا عيني عليك قاعد ما بين اربع حيطان في السجن. اللعبه لسه ما خلصتش، اللعبه بالخواتيم. ماشي يا سيف وانا معاك. طب قول لي بقى اعمل ايه وانا بره السجن؟ يا سيدي خليني ابقى دراعك اليمين، عينيك اللي بتشوف فيها بره السجن، علشان لما تخرج تلاقي كل حاجه جاهزه. بص يا ست الكل، انا هديك رقم تليفون واحد تروحي له، هو هيفهمك على كل حاجه. اسمه رضوان. عاشق المكان. مش متخيله بس ان كنت ممكن ابقى عايشه هنا دلوقتي. طالما كنتيش بتحبيه قربتي منه ليه؟ الحقيقة مش عارفة هل هي يا ستي كانت فرصة ولا خوف من الخسارة؟ عجباني صراحتك. الحب مش موجود من ضمن الأسباب. لا بطلت أراهن على الحب من زمان خلاص. المهم خلينا في اللي جايين نتكلم علشان. لو مش واثقة من شغل هتدخلي فيه وهتدفعي فيه فلوس يبقى بلاش تدخلي فيه، حتى لو مع أبوكي نفسه. بس أنا واثقة فيكي. خلاص يبقى جهزي دولاراتك. ليه هتحتاجي قد ايه عشان اعرف اغطيهم ازاي ماليا في المجموعه؟ ما تخافش عليك يا بنت العزازي. عجبتك؟ جدا.